بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كان وحن يكسب الدنيا أجل دي اللباد في رضي رسولك صلوات الله وسلامه عليه؟ وحن يمسك شبني ورالكين الشيخ مصطفى حاتي إسماعيل هارون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أين كنت رضي النبي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة؟ وأين صابع نيسابع نبي عليه الصلاة والسلام وقيري يودي أووي عبد المطلب ومكا سوق فعل قاضي أديك يا أبي طالب، لأن علماء التاريخ وحيوري أن أبي طالب إنه آد الشعلاء حتى صعد الذي سيما جالس في سيما له فلسان يروك حيثين شريك، وقال الشيخ عينه صفر لك علي نبي عليه الصلاة والسلام وير وطمن يلا بشير مالها سيو كلا صفر كان سيو أبي طالب شام وكسعدي وتجارة، لكن ويل يرى فيك حيث ما كان فيها وتبنشر لبي وتبنشر ما لها فيها كلا. أن إمام الترمذي سيد حديث كسر ورنية وحاول تلمام إذا صفر كامته وكتش نبي عليه الصلاة والسلام والله صعدة أذر في أبي طالب يقوح كلا عربات أن يكسر بحين نون راهبة وراهب أسيب وبحيرة الورنشري أن راهب كان في مري عيسى و يعني تبارك كثر بدن بكشرة جرجس والأورنجر بين عبان سرجس والكشرة أن عدوا هاي وسكو خلافة وحياة بدن، لكن ما كان لدينا حديث كاسي ترمذي أنت وغو بدن لما لا سنة يسوق الرؤية هاي أن كاسي الراهب كأبوي مادين الراهب كما كان إلا سعود لي أنه توقرتي أصطامه النبي عليه الصلاة والسلام دكو كدح بارباري دبا تنوه هلي وحكوه لنك أنه هو سيد العالمين ورسول الله ابن غندونا وقال ان محاك قرأت رسالة بيويديين دبتنا ارموه شاك شاكي ارموه شاكي وحكمد هاد عدوين بان اخيبو لي نبي مويانا اكلاك سرطل قراحين وقال اشهين وخاتم النبوة ان قرب كي تلقاه نبي عليه الصلاة والسلام شابد نبي نماء وحقا نبك حقيقة علي قرب كيسا واتسماء طيب مدو بر مدو وحكم فتاة الله ورسول لما جيسا شاكي ان كان كبار ابو يدا ولا هلي دبتنا سي في عم بو سو دويي وحنا ابي طالب الشيخو كيري مركز وين كان مرضا بالشام هاو سوك حيني وحنا غبق يا رومانسكا هي يهوده كجب روايته سو حي شيخي انا ابي بكر مكا وعلي جيت انا اسال في صورة مرم بلن بكتر من حيث السند يوم من حيث المطنبة ويا متن جيسا متن حديثة سو حقو صار رأينا ابي بكر يا بلال يلا سعدين لكن هو وران شيرين سيدا وحديث قول لغا يو مطني غاس الشيغة يين أبي بكر يبلا لي كتران نقاد الحديث دمان سدوى الرديان ما يدوى ضعيف انت صاحة باي وطابت باي كشيغان سيكا طبعا تيوحن بشيغة يا حديث لنمكا لسكوة ربارة ان منك الراهب كاهي كدح عركي نبي عليه الصلاة والسلام أستان تلمان مثل النبي المجيسي وقنا الشيغة، لكن مكا من حيث صنعت الحديث مكا لغاقف طاوة لمدو مطني غي سنة كبا آده وغور ورمان aad baan wax uga rabiyaa ninka soo galmada baray sugaan kulli go waxaan laakiin ka sugmaynin waxyaalaha mustashartiinta isku bayaan inay ka tilmaamaan oo ay ilaahdaan sidii quraanka baa mushrikiinta carbe sheegayeen inama ay aanimo hubashar ama ay sheegayeen waxa uu cid kale wax ka soo bartay ayay qaarkood waxay isku dayeen inay ilaahdaan nabi maxamed ba alayhi salaatu wasalaam waxba looma waxyaalo ninkan waxoogaagu ka soo bartay buu ayuu dadka u sheegsheegay laakiin inaga hadal tira aan sallahayn waayo nin safari laba saacadood oo meel fadhistay wuxuu nin ka dhegaystay weliba ilmo yaro afar iyo jir ama laba iyo toban jiri qadiyad nabinimo kama waranto marka waa iska waran runtii radin ma u baahnayn shaki kalena usii baahnayn laba saacadood ama saacad qada ama raashin laxunayo meel la wada fadhiyey baa wax lagu bartaa weliba aanay jirinna kitaab markaasi tawraad iyo injiishu maanta waa la helaya tarjamad carabiya wada tarjamo carabiyana ma jirin intaas ka dheerta inay nabi maxamed na waxna qori jirin waxna akhri jirin yani waa waxaan macquul ahayn in warkaasi oo kale la sheego
لكن وحاوم بو تلماما يا وقع عمومكي سمك الله اسكبره انو نكاني كأركيي صفاتي اما اصطامني نبي اللي قرنيه وحيابا تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة ايكات المامان رقى تاريخ فقر وحكمه انو يسوي وريان انو النبي غير ولا تنشير مالها فيه هنا دعضي دقال كيلو رنجري حرب الفجار وولد حرب الفجار الرابع بيد عدن يعني افر دقال اسكو مقع عابة شروع بيد عدن افر تن دقال واحد احمر انبال بيد عدن منك قريش هي قديم كيو ايناي قريش كتستنى ايدا كرانا اللي رنجري بس ارح لسوا دادا هي ان من اللي رنجري تايسو عيلان لما دا قبيل با دقال احمر انبال بيد عدن دقال لغن حتى علماء تاريخ واحد الماما صدح دقال ورسكم مناوشاتهم بوحاهم يعني ولا شغل جودي أما لا سهم كذا أما لا سير هو برضه لكن واحد نقله صدق ده رمضان ده ينبع له ده كان أفراد أيام له ده هم بتقال نعيش يوم ما يتعرف وريان أنا وطدي ابن إسحاق وأنا سنة كسر أروي بكسر اللي جوريا هاي ده ده من برات لورن شري أيوه لا يصدق من وقيس عيلان كاملة يعني كان وريا قبيل كان أنا ده ده وراشنا كتستني دبا تنامي كان نساء غير خلو صدح من كدلي واركي با يمي عقاد عقاد وامال سوق هيدا تجارة وحلوك لبا عبدالين سيري با واركي سوق داري واركو مركا عميش سوق داري هيا الله سوق بغال ورصبي ورشي كانانو بغال كده وهقامين يبا دا دان حرب ابن امية نكي لورتشري ولي يودا وينا مكاتعها ايو ولا بكالي هيا دقال بحمري dagaal ka soo xalay dadaw xogga markii la istiray markii hore waxa uu muqtay quraysh iyo kanaanaba in laga xogbatay galinkii hore laakiin dhorrayoodi meelaha ay soo raal celiyeen waxay u badiyeen marka ay yana markii dambeyna waxooga in badan ka laayeen laakiin caafarkii goor ay ku dhawdahay ayaa koox quraysh ka mid ah dhexdhexaadin iyo isku dayday waxa lagu heshiiyay markaasi in dagaalka la joojiyo ee meedka la tiriyo wixii meedka la dheerada markaa biyo la kala qaato فاس دي وريان علماء التاريخ وحي الرؤية بات مكة ابن اسحاق هي واقعي هي كبر ايان انو النبي عليه الصلاة والسلام سوف ما لن يرأي الله تنشير شوقي لكن تقالك مو قلن بيلي ان قمو النظر ايوه هذا غدي وهذا جاتشين ايو السين ايو لكن وحكا صحي نشر من حيث السنة دي انا مخلاها وحكا صحي نشر انو النبي تقالك طيب قلن وراه قبائلة وحكا صحي نشره علماء التاريخ وحيابات عليهم كانوا رأيك والرماء وحكم ده وحلقة المامة حلف الفضول اما حلف الطيبين حلف ده اللي رابه وهشيس بعيدة ده ده قال كده بدي هشيس كاني يسابوا انه بعي احاديث صبع صاية شفتة وولي النبي وخا قلب قلي ان النبي وخا قلب قلي يا صحبي ان شاء الله تعالى وانا كون نبي عليه الصلاة والسلام كنت المامة ان انا شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وانا غلام فما أحب أن لحمر نعم وأن أنكثه أما رواية قرقرنا في المامية لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر نعم ولو ادعي به في الإسلام لا جبت ولو ادعي به في الإسلام لا جبت يعني وحديث كشير لأن النبي الله عليه الصلاة والسلام فشيس فانك قيب غلي هذا يفضل يضبطك إلي أنك لا قيب غلي فشيس كاتوح لك قتال لقرقي نكيل رنشري عبد الله بن جدعان عبد الله بن جدعان وان المالك على النبي هو وانا متكمله وان ممكن يريد شيئا كوروب ده عليه وحكو عبا منك يقول لي صلواته لكن واحد لو رابع من وناك بغنبوها مركة سمكة صلنسة ايه وناك الله يقول منك يقول لي تهشيس كيلو قطان كقيب قال يقول النبي عليه الصلاة والسلام تهشيس كاينا كقيب قال يعني ادو النبي وقفر احسنا وقل له ما هو اذا اكسدين جيل عطاس ما انت هدون له يقول لي انا هشيس كامر لبادي وانجيل لها ابو لي هشيس كيلو هشيس خصاص السنة عدالت عدالت انا قد قوم مسلم في مر والبوطة غيرية وحالا اذا اسباب الكائنان علماء التاريخ اي شيغان اذا اذا من قبيل كالزبيد الله اذا كتر سن اي عرب مكت كياني دبا تنوع كي يبسدينين كي العاص بن وائل اوضي لورنش اللي يصهمي وضي يدي قريش وقو مرحة كاكمدة العاص بن وائل باكا وعمر بن عاصى به عاص بن وائل باكا يبسدين الله اذا عاص بن وائل باكو كي يبسدين العاتي بهروسين وائل دبا تنانين كي waaradun kayga halkii uu xoolaha sheegay waa loo degdeg wayay ninka dhimaadaan oo sahmi ahaa qabaailka ay xiswadaad dhahayeen buu tagay reer cabdidaar iyo jumax iyo cadi iyo waxa jirta quraishi qusay markuu dhintay ayay isku qabteen risaadada iyo cidii qabsan lahayd iyo siqaayadii ama
زمزم في عدة بكرة ورادنا سائية وجدت عدة ورادنا سائية وحط على سوق الطي مرك الله سوق الطي أيها قريش تحديدي المقصة يبا حلفك على سمستوي غير بني عبد الدار إيه كوحرة كلا غير بني عبد المناف أيها سقطي قبائل في قريش لك لنا يجي حلفوذاك لأيها كلا يشان لما حلفوك كم معروف أبو هاشر ومكاشري كوح دي مكا منك كان العاتي بن وائل سهم يبوها مركا غير بني عبد الدار غير حلفوذاك الله ايو اتجاي وحضوا الله قبل وعيه وحي الشيغان مكا وطفوا لبالة جبل ابو قبيس دلتنا قبي والظلم اللي تكو الشيغان يسيد الله معيب تريبين اهدان قبي جيبا وحا مغلبة ده زبير بن عبد المطلب دلتنا وحلو ورنكا تروح الشيغان يوحل لقصة كما هيا الله ولا حضنه ساتي دلاتي بقوري انك من اللي سويه بالة حلفك السبب كيف كانت اهدالة لكن حلفك السبب كيف كانت اهدالة واتكاد عدد تاريخ بها الشيغتهم لكن انت اتحدين انه هنا وحوة يعني الحلفك كانت شري وقول لي عبد الله بن جدان وكل شري والحلفك هاي تلخيص نوحها وحوة قلبة دادا رير بن هاشم يا بن المطلب يا اسد ابن عبد العزة يا بن الزهرة يا طين بن مرة انت اتسوق قبيل بها حلفك هاي قلبة دادا دارت يا عبد الله بن جدان انك الله يدعبان الله قوة ولا كلا وحانو حلفك هاي تكسر الله يسنعونا وها ما كبه ده هذا قفل ضد المياه الى نترين الى ينوهين نمو يعني أول هيل خد بطلون بوها نكي طلع مثل كيوم بوه هيلين هي نكي طلع أنا ولا دكره لكن حلف ينوح كل سليسان يسوى عدالة عدك الصوء الظلمي مدالة ما قلنا ظلمي طبعين عدك الصوء ما كتش الصوء الظلمي لغدله إلي نؤهي لنه وحانا لا يدعبان منك أنا وقصوك عدا ندونك العاطب بن وائل منك اللي رجري منك الزبيدي قاها زبيدي وراري منادي يعني منها وقصوك عدا حليسي حلف ينقاصوها وحيابها مكا انتي تاريخ دي نبي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة ولا الشيقة وقالوا حكم ده الشيس كان رجي قلي ايو كم ده النبي عليه الصلاة والسلام يرانتي سي بأدات يبسكلت شوغي ابي طالب ابي طالب نما ندون بغن انك استوى او يدى قريش وحلوه دي وكم ده لكن ننعفور بغن وانا دون بغن اللحين ايوها مكا وحم مغطي حتى النبي عليه الصلاة والسلام نكو عاوين ايي مرك قاكودين الشقاية سواين ايارة او حلا راعي شري مكا قده هذا واقع حديث صحيحة وتلمام ايوه انه شعب مكة على قراريط انه كل راعي شري اريقا ما حولها مكيو نبغو حوغا اللي كاضي ونن بل يرفي عنا قضينا باقة تجارك ايوه عضي ووحلا تلمام انه تجارة كتب قلي مثلا حتى اي تجارة ودالهان شري انك اللي راعي شري الصائب ابن ابي الصائب المخزومي حديث مثلا نبي داود ورنا يا ابن ماجه يا مسند امام احمد وقصبا وقت المامي انك اسمك يوم يوم الفتح ما كمرك الا فرصي مالس وانك اسمك يوم وطلعها مرحبا باخي وشريكي سودو ولالكي ايوه انك الشريك عن ولا هانشرنا يعني تجارة ولا هانشرنا وانا مدى تاريخ وحي الشيغان مركو دوري اللي بات انشير مرأي نبي عليه الصلاة والسلام اي سفر كحي شام قصالة oo gabadhii Khadija loo oran jiray ay lahayd aan waxa laaliyo waxa ku saabsan Khadija iyo guurkeeda riwaayadka ku saabsan oo dhamina inta ugu badan la yaguna oo riwaayadka ahlus sirku ay wariyaan laakiin culimada hadith sanadaha ma suga laakiin umuman niyada midowada la hubaa ma kuma jiro nabi waxaalay salaatu wasalaam in Khadija guursaday Khadijeena ayay haweenta u dhashay arrintii soo dhan markay Ibrahim laga reebo إبراهيم ماريا القبطية أيها بشي لكن لحدي عبورة كلابة وحاول الشيء خديجة إن هذا حب النساء أما أولك قوة وشعريها بل النبي عليه الصلاة والسلام مركز طول الصوحة القاضي ونبي وصف يسين وين بدن حسوسا شري حتى عايش إيضو أي بما تبقى كما تفايصة يعني خديجة عن نولين أي النبي عليه الصلاة والسلام سيدوه هذا الهين شري وهذا الهين شري حدوه طلاع ما وحالة بحين أيو خديجة وحفوش شري بكي لا أصحاب أها هلو جاي حسبونا شري وخديجة عبت يا دام قرابة يا دام الدكة دي يلا لما تخرج آب نبغى عليه الصلاة والسلام ورد شري وحقيقة شنا أبى أقول كريا إلى حد عايش ما لسه تم بيضا هنا يراي كم هنا صلاة كذي صلاة طويلة العصر ما ظهر ليس إلى هنا يرك وجب دلوا بكثرة ترى ترى نبغى عليه الصلاة والسلام حقولي ألا يقوم بدلنا وحقيقة ما يسي عديقة شنا شفته يعني يلا ضرر لمي بيني أيوة الرميسة أخي أمال بقى إلا كيسة فكسو النبي قول حسرين أيه وحيانا الخديجة وكشي لحدي عبورة مكة إبراهيم لقر ربنا أفر تويل تعفر تهبلوت يلا بدي ويلبا يعني أفر تويلها قاسم وعروس وقوعنا
يا عبد الله ويرى لبدا ويل يا فرحب الله وآه زينب يا رقية ومكلثوم يا فاطمة ان لحدة عهورة انا ويقول الشيء النبي عليه الصلاة والسلام انت الرسالة اللي قصوا دجنة لبدا ويل يا غفرية وبنتان افرطها بالله لكن افرطها ويسلامين اسلام كان يسوق عليه لكن افرطها مركة فاطمة لغربه صدح السلام نبي انه لشي سوى بنتان نبي عليه الصلاة والسلام وحرورة وملي ودنو ذلك كتبه فاطمة تشتي فاطمة للح بلوت كتبه دمت فكان النبي عليه الصلاة والسلام وحرورة ملي فاطمة وقود دم بيشتي فاطمة نوحي جيرية لح بلوت نبي عليه الصلاة والسلام قداشي وحنا بتيه ده يعني أرنت قصة أصلا خديجة يبور كده وحنا نوارن سكان أما تفاتيشة قاتي وقص ذي قاتي وحريدان يدادي سينتا هيدي يدادي سينتا هيدي والله لي واحد قصار علي ولما الحديث مصر في قصار علي لكن هذا نسكش هذا للمعلومة وحي الشيء ذا نبي عليه الصلاة والسلام شري الله يكن سري صبعا إنه السفر كحية خديجة إلى هيد دبعتنا وحاله كسر فايدة وسوء عليي الويلة يخبيج لهيدا وحالا لك حيي إبا ووغم المكا أخلاق تعني دي سيئة بكر كي نبي جايو سيدو من كان بكك ونكتن وقاركي دلتنا خريجة وحيد وانتهينا من كان قرسته كدبنا قبض بنت وهب وإلى بنت وهب وضعي أشياكتي قبض إبا نبي الله صحب الشيء عليه الصلاة والسلام سيدي شيء يعني رأي أتعرفه كدبوا أقبالي مكا سبو قرسه نبي عليه الصلاة والسلام وافدي وإن نقعنا علماء الحديث يعني مفروك نرسل إليه وحكوش على الرواية ديسة خديجين مكا هيد أفر تنشر نبي قنوها عليه الصلاة والسلام لواطن إيه شنشر ابن إسحاب تقنا بدون سنة حكوش على الرورين إياه رواية كلاعان وحبب عامل إنو أها خديجين هيد سيدير يلا تنشر نبي قنوها شن يلا تنشرها علماء قار كم دينا وحي أيدان رأيه ابن إسحاق بيد عدم بوا إيوه أفرتن شرم ولا بيلا إلا أردت اللي عفورة ما يريد أشوه يعني عادة دمك وحلا يقالنا دي شاني أفرتن مالها بمك يا مريسين يعني الموقت لما يتفقات تفقات تفقات تكون تقين عنه لقارب مكا أولما بقاركوز وحي رجحان رأيه يعني ابن إسحاق الشيخ يبيل أهدان إني دوري الله يتن شركة هيدي نبي بضنط ما داما اللي عفورة أيوه الشيء النبي عليه الصلاة والسلام أيا كان وحن لنا المدينة تاريخيا ما كان هو يجمع تاريخ الشعرية لكن مدينة سندان وما صحن أن النبي عليه الصلاة والسلام يوكلها بني واقد الرأي جيت يسوي عليه هاي أن خديجة أبهد وجري يقول لي حرب الفجار وكذا وجري وده ما كان أدير كذا هي اللي ويدست الله خد ضعيه وما كان بقول لكن إمام الزهري قول كيسة يا ابن إسحاق اسمه سيد سوورين يروح إليه الماي أريد مجري أنا وان ما رأي أريد التي سايوها كبدا بحيي ابن حجر العسقلان نفس حيي تصدقوا يعني رجح يعين بهذا وحان انت لو يديشني انت أتوقع سائق قصة ضدوب سندها وحا أرغوا صحيح وشرا مجرا لكن وحا صحيح صحيح وحويا انه النبي قرسلي عليه الصلاة والسلام خديجة هي هنا يقول الشيء لح عرورها لكسيه سبحانه وتعالى هي هنا النفس هي ما البلا صوق يستطي خديجة قبل آر خير بلا نحي يعني ما وحاو بس بالأمي إلهي سلام صادري يعني حديث صحيح حيثي سغيسا وكان النبي عليه الصلاة والسلام ملك الجبريل هو يمي أولت المانا يي خديجة إن إلهي السلام صادري إذا خديجة وحامان بس بالأمي إلهي تهي سحابية داسيه وألا سبحانه وتعالى سلام صادري ما كان إنه أغنى قبل النبوة إن في النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي نمد كسو الدقين دعوين كان الله وريا علماء تاريخ الشجاع وحكم ده كعبدة بسيدي إياه حكم فيه وخلا حكومي عربي قضية تاسمك يعيسكو قبطي نوحي الشجاع النبي عليه الصلاة والسلام علماء تاريخ سيارو ريان فضل يشنشير ميلها مرقوها أيها قريشي وحي دمعدين كعبدة بسطه عبدوا بيد عبان يجو هرتود مكة وحي هيتردني اما الصخور واوين ومكان واوين بتسميسني ودوشنا كاوينتي سقف معان لحين انك عبدوا صوتك انك عبدوا بارتا ير امدو بارتا حجرات تكوان لح يركوانا في جيشنا ماشي هو بار ير وقلع والبار لغاق لغاق حجر الاسود كنا نوا هكم كان لح ير وكذا تيجينا
قريش با مركا قاسان لستي نبي دا إبراهيم يا إسماعيل با مركي هرب لستي وقت تاريخ ريسا سهيد لكن تان دنبا وحاد لستي قريش وحالا إذا دا مركا قريش ايميش سوبا دا يغو لكحان وعوين بيكا سميسني دوشنا قارون تهي دلتنا وحيد آدان وحياده لو هديين شري اما لسين شري بيت الله الحرام كي لو قروا شري ايه توقو صد عبيبا بالشيغان ولما يتاريخ تاكم اذا وحققا فانماشي وحيك الله الشيغان ان جاي قبل دي مدبدني اي سوار اتكاو الدندوم اي سوار خلاه وحيك الله الشيغان وقت قاسي النبي قا شانسا نقهر انت على صابحين وقال الداد ويلين ومكام مري ودربية ديسي دلدلولية سيبا وعي سيكا استمعها تيوحا موقطون ان الابا حتى يندب الله بسه ورشنا وحي قادسة قوان كا ان يدبوا بسه ولما لا تعرف دو حياله وريا وحكم دا اليين وحي قريشي كوه الشيديين بيرا ذانين اي بسان كو يو هنتي نظيفة ونين وغل بسه ووحي لادين قرب حن مهر لك قاطي حول الربل ويبي ايو حول وخلا مع الظلم ايو وحي حنو من بيرا ذانين وخير علينا حول النظيفة ان اقنين في حلالة وصوب بحين وكلية جدتكم اول جيب حماية ثمانة وعلى خلية ثانية فكلنا الدين في النبي ابراهيم كتغينا وخاق السيحة الثانية ولذلك وحيدة هذين حول النظيفة ان قبل السنة ماشة لكن دمستي وصل رواق لتاريخ بشيغان وصنع ذو صحيحة ما نرد وحي كلاو شيغان دمستي اديت تقعبد دمستي اديت والغاية ربك بخي دلتنا انك ولد من المغيرة الورنشر المخزومي ايا كوب دلاغي ساق بيد عدنا مالتا ورين تسوقع في مدرسي ساقورك خوري دلتا مكاسي مالتا عيدي وقمت تقيم بيد عدنا مالما ديبا لكينا مسنا وحبان نقنين ماشي نوح كدومي مكاسي ليدي وارتو اعزاقي شفي عنها اللو دوميو تيك استمها النقطين انك اصاب دلاغي بيد عدين لكن ساقونا مركو وقاسبنا المطار قوطلا اللهم لا نريد الا الخير إلا ولو كتير أنا وراء وحانا هينو دوفينين يعني إلا نصر يهود كعملا يكبك الشرين وانا حرمين شرين وي الدنيا كعملي لكن إلا الدنيا وحلقوا يشيئين دي بالله بصف دلتنا قبائل كي عربات أيها طيب صبي لك حنتي ماشي قد لها يتخير هبلا ويدنكم انتا كينا بير هبلا انتا كينا بير هبلا انتا كينا ايوه ولبا انتا دي لكم وحكا صحيح ماشا ثاني يغانا هتان شغلا وحديث بشيغي انو نبغو عليه السلام سري عباس اشتراعين dabeetana dhagxanta markay soo gurayeen cabaas uu ku yidhi waqayaxani wuu ku safari doonaaye marada guntiga furo oo taa halkan oo madaxa isaga dhig dabeetana uu guntigii furtay nabigu uu halkan saaray kadibna uu dhacay oo miyir beelay kadibna uu soo toosay isagoo leh war ma guntigeygii waxay dhahay guntigeey xeer isagoo leh guntiga loo xiray xadiiskaasina wuxuu sheegayaa waa marka qura nabigu calayhi salaatu wasalaam uu qaawisnay yacni waxa uu tilmaamayaa عادات جاهلية ضوء الحيدة نبي نبي وكلا قيد قرشرين عليه الصلاة والسلام مركا توقنا عباسي لهم مربا نجاح يتقل واحد الترسة عربت انا انقارهان كعمضا اياقا كريمنا او يحكي وين بميهي وايو قرى الشواتي سما يستطيح حيرانكا لقوحة شو واي كم تهي ندك دلتا كي مادا قفكونا نمرضي سوسيتك الدوافة كريم اللهم يلا يلطورة يمو يعني هذا كود دوافة مكا عندما حق لنا حدثة مجرسة وانا تفوصتها هذه كلمة الى هدان مرة غير مكلين وانا تفوصتها مكام قد نغلات ما تغير مكا وانا دا خويدي ستان ان كام دا غير مكا مكوز سماهية مكا ايبيو مرة دبتان مرة دا غير مكا ايبيو اينا قرى ايه لغو توافي كلمة الى هاي عدة ويدا محي تمين ايسا لبدي هوي هو هيتنا الحكش علاك سبوها فمن دا مرة توافي نسكة صورة كاو حيدا دان سبو ولذلك وكيل النبي عليه الصلاه والسلام حكي كواد مكي ابو بكر لما كان علي الصادر يا ابو بكر وحي الله صفر وحا كمد اهم حي الى قال دمبه سنه كانت دبي كسو نقنين حرب طوافين اي قف دمبه عريانا قف دمبه قاول يعني انا كنت صحيح حديث لين مكي ورقه قاول بس كما عرف هي الا طواف ما دام النبي ممنوعي قف دمبه او قاولين انا ماشي كنت طواف كريم اذا عفي عربيه ماشي فيها لك ولد اسمح وين ماشي الحين وكاد كسور سبب دور يسد جيرين يري مره هكا صاروا ان اسكي عالي لكن الله سبحانه وتعالى وكعليي او مير بالي ان وحي تلمام علماء تاريخ شهر وريا وحكم ده مركي باسمه عيد ولبين تادي صور دستي ما لا سو غاتيي ايا وحا لو باهدي ان حجر لا تسيل صاره
حجر الأسود كي مركي بعض قبائل كي تقفتان دبيتنا أول دي حانتي ورالك أشياء كانوا مرقل أنت على جيالية قبائل كي بعض قفتان نقا صالي مينا واحد لقوه الشيء الباب بايد على أن كمي دال باب دا حرم خلقة صغلا الباب كا قفك إنو بخر ريح كصغلا وحنا بقر مقانا قبل غيناتي سيبا لقوه الشيء الباب كي عدي ورسا كصغ الشبه دا ما سوى لما يتاريخ الشيء يعني له حقا دقي نبي محمد عليه السلام وردان يرد وريسا بجنا وحيدا لو محمد الأمين وقال لما نقولنا حيا إن حكم جاي وحن ينوك لك أمير سيداو قيت أيو وحو سي شيري أنا ولما يتاريخ وحولي كان قائبا لكياني لما كان دقي حيثاق عقابا قائبا بطن كساري قبائل كوعد ولو بولا يدي نصر جران ليدي بوعد على الله ولغط قائبا الله ولغط ميش مركب لكاتينا تكاكا قابا وصاري ساتي أقبالي waxaan ugu daray meel gaar ah oo laba deyn meesha wax ka saaray maadaama odaygoodii go'a dacalka wax ka qabtay oo xagga sare u gaartay inaanay hadhow noqonayn in manqaba yani wax la soo sheegto oo qolo sharaf dheeraad ah tiraada anaga bergi kaamada saan ka yeelay inaan ciidana oran karin saas baa lagu dhameeyay baa la yiraahdo waxay sheegeen culimada taariikh ee nata waxa aad quraaysi kaamada halkii ay markii hore ka dhisnayd qawaacid ibraahim way ka soo yareysay waxay yidhaahdaan sababaha uga yareeyeen bay sheegaan oo waxay yidhaahdaan maadaama ay ku heshiiyeen xoolo nadiif mooyaa xoolo kale la gelin xoolo nadiif kale la soo ururiya gaadh weeye bay yidhaahdeen dadana waxay yidhaahdeen xuno kale yeena ku darine daarkuna soo yarayno saaskii daarka markaa halkii uu marayay laga soo gaabiyey bay meel ka sokaysa la keenay walidaalika waa kii nabigu lahaa alayhi salaatu wasalaam caaisha isagoo la hadlaya waa kii xadiiskii bukhaari ku tilmaamayaa lahaa haddii aanay caaisha ay tolka ahayn qariibu cahd diinta ku cusub oo aysan aan ka baqayna inay shakiyaan ama dhib kale inay soo gaado kacbada intaan dumiye buu nabigu yihi ayaa waxaan dhismaha ka dhigi lahaa maxay qawaacidu ibraahim ayaan dib ugu celin lahaa oo dhismaha ee waxaan isaga daynayaa sideeda ahaatee dadka kan in waswaaso dhex galo la dhex hararo ayaan isaga daynayaa islaamnimada ku cusub ee islaamnimadooda aan iska haystaan laakiin qawaacidu ibraahim kuma dhisnaa dib baan u dhisi lahaa waxaan filayaa abiy cabdillahi ibnu zubayr baa mar mala dumiyey oo dib u dhisay oo qawaacidu ibraahim ku dhisay laakiin xajaajii habaqarayaashii markii ay galeen kadib ay haddana dib u dumiyeen oo ay xaggii kusoo celiyeen marka weli xaggi yaraabay jirta markii dambena culamada muslimiinta waxay arkeen war meeshaasi marna lasii dumiyo marna lasoo dumiyo dhibteeda badanse intay ilaa isaga daaya nabigu intaas isaga daayo kaga tegay laakiin cabdillahi ibnu zubayr baa markaa isku dayay inuu qawaacidu ibraahim dib ugu celiyo saa daraaddeed waxaa la yidhahdaa waxay ka soo kaceen in dhulkii dhismo u ahaa cumuuman inahaas waxaynu odhan karnaa waa inayogii qabla nubuwa nabiga calayhi salaatu wasalaam intii aanu nabiga noqon siiradiisa caamka ee qabla nubuwa markaynu tilmaamnana wuxuu ku caan ahaa in caqli badan oo degan oo aamus badan oo xishood badan oo dadka wax tara oo gacantiisu furan tahay oo aada u caqli badan oo amaano dhammaanteed lagu yaqaano cid waliba xataa acdaadiisu ay wax ku aaminaan oo run lagu bartay oo aan weligii been lagu arag oo ilaahayna ilaaliyay subxaana wa tacaala ilaahayna ilaaliyay xataa waxyaabaha jaahiliyadka yaryar ee dadku iska samsameeyaan ilaahay baa ka dhowray subxaana wa tacaala waxaa la yidhaha weligii sanam ma caabudin ma salaamin bal axaadiistii waa kuwii tilmaamayay zayd zayd ibnu xaarisaba iyagoo tawaafayaan markii tawaafka la waday baan sanam soo saartay buu dhabka sii ii diiday qabla risaala markaasaan haddana bal ku dhayay markii baa soo saartay markaasa haddana ii diiday yani xataa qaabashadooda muu cuni jirin baa la yidhaha waxa laaliya wixii loo qabo cala nusub sanamadoodan iyo aalihadan iyo waxaan ay caabudaan iyo qaraabiintoodan oo dhan muu cuni jirin kuwan saaqaawiyey iyo waxa kuma jiri jireen markaa quduu maradiisa degta saaray markiina waa miyar beelay iyo indhaa wuxuu kala qaaday isagoo izaari izaari leh khisaalka runtii fiican oo dhan markaasi nabigu calayhi salaatu wasalaam uu lahaa intaasi waxaynu iskaga soo koobaynaa wixii ku saasisnaa qabla nubuwa waxaynu u iman doonaa markaasi qayb uu dacwada kor ugu dhawaaqayay oo uu kor waday waxaynu bilaabi doonaa markaasi bal qaybta koowaad iyo markii alla subxaana wa tacaala uu nabiga ka dhigay ama rasuulka laga soo dhigay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la dhahaa da-da nabigu markii ay afartan jir ku dhawaatay ayaa wuxuu jeclaystay in badan in uu iskaga baxo nimankan waxay caabudayaan iyo meelahoodan oo dhan oo khalwa iska sameeyo gaar inuu cidla isaga baxo iska taamulo dunida tan iyo saa alla u abuuray subxaana wa tacaala uu u fiirfiirsado iska cibaadaysto waayo dadku diintii ibraahim xaniifka wax kasii hadhaaday unbaa jiray marka inuu iska cibaadaysto
waxay waliba gaar ahaan culamada taariikh wariyaan ramadaanada inuu bixi jiray inuu geli jiray dadkaasi loohan jiray waa xira oo waa god weyn oo aad u ballaadhan god yar maaha waa god aad u afweyn oo weyn buurtan jabal nuur la ydhahda ku yaalla amaba imika marka xajka la tagay meelahaasay buurtaas ku dhibaan oo qoraan oo godka galaan asla kusoo tugaya waxaas iska bidaal halka ma jiraan godkan berigu nabigu galay ukasoo baxay khalas wax dambo loo tagtago laga qabsaa ma jiraan godkaasi buu nabigu tegay calayhi salaatu wasalaam godku buur dheer buu korka ka yaala middaad koraysa yani in nusu sax kolleba ka badan baan rajaynaya saacad ku dhawaad meelaha qaadan saxafku inuu lugeeyo waa buur aada u sarreysa marka la eego inta uu qofku wada yaro aada u luuqa loo laga koro oo meel aada u cidlaa halkaas buu nabigu isaga bixi jiray calayhi salaatu wasalaam oo iskaga cibaadaysan jiray halkiisii isagoo iska jooga markaasi ayaa waxa u yimi malakul jibriil nabiga calayhi salaatu wasalaam nabinimadu intaan jibriil u iman waxay soo martay qowr kala gedisan matalan talaayic nabi waxyaaba lagu tilmaama jiray nabigu uu dareemi jiray matalan sida xadiiskii saxiixu muslimka ku sugan nabigu wuxuu leeyahy dhagax baan garanayaa maka isalaami jiray dhagax marku soo maro uu nabiga salaama alayhi salaatu wasalaam waa intaanu nabi noqonin dhagaxi salaama mucjiza ama waxyaabihii alla subxaana watacaala uu nabigiisa ku karaameeyey bay kamid ahay waxaa kamid ahayd oo waxyigu ugu soo horreeyay nabiga lixdii bilood oo hore wuxuu ahaa riyo uu riyoon jiray laakiin xadiidkii saxiixa ku sugnaa siduu sheegayo riyadaasi mitla salaata subxi buu arki jiray riyada ambiyadu riyada dadka laba mid aha dadka caadiga qofka caadiga markuu riyoodo riyadiisu adwaatu axlaam inay tahay dhabar shaydaan inay tahay waa suurtagal yani wax shaydaan u waxyooda inay tahay waa suurtagal suu nabigu ku sheegay wax kaloo suurtagala inay iska dhabartay wixii uu maanta soo aragkuna inay maskaxdi soo celisay wax kaloo suurtagala wax waxyiya inay tahay wax khayr qaba oo malag iyo cid u sheegtay inay tahay laakiin markastaba iyadu tafsiir bay ubaahantay tafsiirkeeduna markasta lama haleelay in badan waxaa laga yaabaa saad moodeyso si aan ahayn inay tahay yani sida kuugu soo baxday inay wadatay uma badnaa ama riyada nebiyo riyadu waa waxyi ra'yal ambiyaa waa waxyi tan adiga riyadaada caadiga waajib ku saaranaya bilada sharciga ka wada caamadu waxay yidhahdaan sheekh ibn bar riyada sheekh ibn riyada sisada ku koobantay haddii loo bishaareeyo hadda wax saxaaidi haddaan ahaynba wax diinta ka mid oo daliil galan maaha ee daliil wuxuma diinta ah sunna iyo kitaab laakiin riyada ambiyadu ay ka gedisantay riyada ambiyadu iyadu waa waxay rasmiya walidalik baa qur-aanka waxaa ku aragtay nabi ibraahim in uu ro'yo ku arkay maxay wiilka inuu qabo ismaaciil inuu gowraco dabeetana feri baa la yihi iyadu waa waxyi nabiga calayhi salaatu wasalaam waxyigiisu wuxuu ku bilaabay markaasi ru'ya saadiqa weliba nusuustu siday sheegayso ru'yadaasi lix bilood buu waxyigu nooca usocday lix bilood buu waxyigii nabiga usoo degayay ugu imanaya isagoo hurda isagoo hurda un loo waxyoonayo oo loo sheegayay laakiin waxaa loo sheego sida waagu u beriyo waagu yani markuu beriyo dee qof waliba waa arkaya mitla falaqi subxi oo kale ah waxaa se ugu riyoodo sida cadceed uu soo baxaysa kale wax loo hubo oo loo arkaya bay intaa kadib walidalik ba matalan sheekhana raxiq lmaksuum kale ayaa wuxuu leeyahay xataa xadiidkii sheegayay juzun min 46 ka sheegayay wuxuu ku tafsiirayaa nooca kane wuxuu leeyahay maadaama 23 sannadood ahay fitradii nabiga loo waxyoonayay lix biloodna ay rayadu ahay waa juz kamid a buu leyay 46-kii oo 46-kii xaggu kasoo uruuriyay ou leeyahay waa waxyigii nabiga oo 46 meelood loo qeybiya meel ahaan yani 23 sannadood baa nabiga loo waxyoonayay lix bilood oo kamid a waxay ahayd maxay riyo marka waxa weeyaan marka intii loo waxyoonayo dhan laysku daro 46 meelood meel ahaan ayay ku dhacaysa kadib nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu doortay inuu meeshaasi iska tago godka ghaaru xiraa la yidhahdo godka ghaaru xiraa la yidhaahdo ayaa waxyigii ugu horreeyay kusoo degay culimada taariikhda qortaa waqtigaas sida ay u calaamadinayaan matalan sheekhan saaxib araxiiq almakhtuum wuxuu leeyahay waxay ahayd maalin isniineed oo ramadaan ay 22 tahay bisha ogos 10-keedii 610 miilaadiyada oo da-da nabigu ahayd 40 oo kamariya yani tabayax laga tiriya 40 iyo 6 iyo 12 maalmood buu leeyahay haddii taa cadceeda laga tiriya leegana 39 sannadood
صدح بلوط إيا لغاتنها بين بهابو لي سيبو ساسو حسابي أن حسابة الحقيقة تمي كو وحي ويسنين سودقوه وحي نبو عليه الصلاة والسلام إنه ويسنين كسودقي حديث بعضشي فيه ولدت وفيه أنزل علي ذاك يوم يوم ولدت فيه ويوم يبعث ويوم بعثته يعني حديث كلافي تلمامي إذن حديث بقوة الصحابي سنين إنه نبو نشي عليه الصلاة والسلام حديث بقوة الصحابي وصحيح الله أبو وحي يقولون سنين كبلا بينا حديث بقوة الصحابي قاسوا عمد قرآن قوة قوة شابي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بش رمضان بمبولين تلوحة كم دبع الأيلي وبش قرآن كسودري يعني إلهي سبحانه وتعالى هذا الكيس وفي قد وقته والنبي محمد كله هذا لي ومد الله صادري إنه سعده بالرمضان رمضان وكفى بعيش هذا وحكم ذا يعني طيب بشي سمد يعرق يعني سمد يعرق وسكح الماء أما بشي وحي يقول سعده لي أيتي واقع كلا قرآن كإلهي كتب الماما يا قرآن كنين سعده لي إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين هذين بركيسن هبين كم بركيسان وقع آياتك لتلمان سمحي إنا أنزلناه في ليلة القدر هبين ليلة القدرين أيسي مثلا شيخ الحساب تي سنة بانت بقول نقول له وحي سجي جيي كو إلى رمضان نقطه رمضان وقت مر لما بيحو الرباء إنو رمضان مالتي كان نقول نسير علماء تاريخ خلافات بلما يسير عدريا قال روحي الأذان طبعية طبعا كي بيه قال روحي الأذان مالتي طبعات بيه قال روحي الأذان أن دوري الله وقت كي بيه يسوي حساب ويسوقي قيوح ولكو ما داموا ليلة القدر السعود ليلة القدر حديث بشري سينو وصري هاي هبين كيسي هينو يا هاي وانو تراثنا من انا هنا ترى كيسي هينو تقرر لاتن صلح لاتن شلح لاتن هبين نوعات يقرأ اذا قول الشيء يسوي ليلة اخرية وهم بيه هدية مالله صدق بح مطلب ابو قول نقدروا حلية هاي سيد الله حسابي رحي خلاص المام يسابوا ليه ويلي سنين نقطة وطر غسولين سنين كبير ما قولي يتنوح يا بأفرتي سنينات رمضان تأسي كل عيسي رمضان تأفرتي سنينات وحكا لبا يجني بولي فالضبرة أفرية طبنك كوريا لعاتنك إيه سجاد يا لعاتنك إذا وحدي سجاد يا لعاتنك يا أفرية طبنك الصورية وهي يقول حوالي أنا واترم أما يسترم لا يوتر جوا كده حسيني وحصوات أعطي مكاتي وإن نغطى محي فالضبرة أما كوريا لعاتن وحي حديثة المام تقول يا العشر الأخير إلا قطع بياء ماوتك حيثات يسين تسوق جيس يقول لي قول يا رواسن كي رمضان أو السنينة أيها أخابو سوى قضاء هل أنك وحي النبي عليه الصلاة والسلام وقصده على كل حال أنت سوى حساب اللي سوق جيس لكن وحن بان قرن اللاين وها هبين ليلة القدر وحن بان قرن اللاين يهيد دور رمضان وحن قرن قرن اللاين يهيد محي السنين انت هو النصوص لا يديك تنكره أيها شفته النبي عليه الصلاة والسلام وحي كان يكسر الدقي عائشة واصلة النبي عليه الصلاة والسلام وحي وقوه رأيه كسر الدقي وحي هان شرتبه في الرئيو لما تنوابه مركب برية إذا هو بري أبوه هاكي شري كدبا عدو على الله عليه سيئي غار الحراء أيو كنت حمدت شري تحنك وطعبت أيو سكبع عباده كان شري وحوغاها بين نابا انتو يماطه وخديجه يماطه والراشن قاطه ايو مدام قرأت شري مركب راشن قرنا ما لابو صوان الله عدنا الراشن وقلو قاطه ماشا سوساو عباده كان شري مركي دمبه ايو حوية من ملك الجبريل ملك الجبريل بامغا وحقوه لتقرأ اخري نبغ عليه الصلاة والسلام حلما انا بقاري من وحخرية الغميه قال فاخذني فوطني حتى بلغ منا الجهد حديث وقت المام النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا بقوم أقضيه ويقبل يا جبريل لو تنحب وعدين يلي إلا إيا أن دالا معي نفس سوء خيتي ما تقول لي كسو يسيدي لما تنوح يلبوه لأخر حتى أنا مر لبطر يلبوه لما ما قاسد وحلو أخر حتى أنا وي قطي بولا يا حب وي قطي بلا يسيدي يكرو ويعدي لما تنوح يسيدي مركز بوح لأخر وحان يلبوه لي ما أنا بغاري ما صدحات يبوي قبطي يبوي لو انتو يشيد يبوي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ايات كاتا صدقي هو قرآن كنت يقول رئيس صدقتي انت اسبي لبوي الاخر كذب وكتغي نبو عليه الصلاة والسلام وبخي حتى بقوه وكذب على حد فحديث فقال الماما يعني تستعشف بوادره يعني بوادره حلا دعبا مرقا يرى الدرب كي يولغن فاسكو حلا
kuwa dhabaka daraaddeed ay gariireen gurigii baan tegay buu leeyahy anagoo khadiijo ku leh zamiluni zamiluni iddada iddada baan idhi buu yidhi dabeetana waa la daday markii cabsida ay ka baaday ayaa khadiijo yidhi buu yidhi maxaa nahay warkii buu ka sheekeeyey marka warkii ayuu ka sheekeeyey wuxuu yidhi naftaydaabaanu cabsaday sidii loo galay buu ka sheekeeyey khadiija gabadhaadu caqli badan bay ahayd caqli badnideedaasi waxyaabaa tilmaamayana waxaa kamid ah nabigu calayhi salaatu wasalaam waxay ku leedahay ilaahay baan ku dhaartay alla weligii ku hoojin maayo ilaahay weligii ku hoojin maayo waayo waxay leedahay hal jazaau lixsaan ila lixsaan qofka hadduu samaha sameeyo abaalku helaana waa wanaagu waxay leedahay qof wanaaga sameeyo baad ahaan jirta innaka la tasil raxim وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق حيلا ذلك واحد هاي قفك علوس لما الدين قعص لهذا اما الدبا قعص لهذا مش كوا علوس مد وحكا حكام بارو وكتا غبا بهاي كان وحبا هاي سن مد وحسية بهاي مرتدة قصة وراء بهاي لباتوك مدتك وقدر جارة بهاي انا قف وانا جاسا ان سمينين بيقول سكتت ما دو ما اقول ما عليك المامسة لكن انا كان بيتلي وحين نتقينا waxaa jiray niman iyada ilmaadeeriyiin oo adeerkee dhalay oo la odhan jiray warika ibnu nofal ibnu asad khadiija bintu khuwaylad ibnu asad bayan ahay yani ilmaadeer bay ahaay ninkan ay ilmaadeerka yihiin nasraaniyadu qaatay masiixiyadu kristan buu noqday marka lugada cibriga buu wax ka oo ka yaqaanay yani cibriga waa lugadii yahuuda ee kutubta markaa sibarayna waxbuu ka yaqaanay marka waxay leedahay arrinkani ma aha xuma ee aan wax weydiina ninkana caalimkeena kale way kaxaysay nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkaas bay ugeysay ninkan markay ugeysay waxay tidhi bal dhegeyso inaadeka hadda waxa uu kaaga warramo bal i warran buu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay buu uga sheekeeyey qisadiisii buu usheegay sidii wuxuu arkay ama riyaa noqoto hadduu ahayd ama intii jibriil uu kala kulmay yani wixii uu dareemayo wuxuu arkay buu usheegay markuu sheegay buu wuxuu ku yidhi markaas warika markaa wuu gartay ninkan loo waxyoonayo warika ibnu nofal kow de maadaama ahlu kitaabha wuxuu ahayay bishaaraadkii hore ee nabi soo baxayo yani ahlu kitaabka agtooda waxay yaalla saadda ilahay ba qur-aanka ku sugayo waid qaala ciisa bnu maryama ya bani israaiil inii rasuul ullahi ilaykum musadiqan lima bayna yadaya min atawraa wa mubashiran birasuulin yaati min bacdi ismuhu axmed ilahay qur-aanka wuxuu ku sugaya inay hore u hayeen bishaaro ciisa uu sii sheegay oo sheegaysa inuu nebi maxamed iman doono axmed nebi la yidhahdo inuu soo bixi doono tawraadda iyo injiishan ay hayaan in badan baa la taxriifiyey laakiin qaar ka mid a xataa ilaa hadda magaciisa lagu haya masala kuwa magaca lagu haya waxaa ka mid a tawraad iyagu tawraad isaamira mid la yidhahdo iyo injiilu barnaba oo kale injiilu barnaba iminka anaajiil afar aun bay haystaan kristanku afar injiil yani afar nin waxay qoreen oo ay ku sheegayaan waa ciise wixii aanu kala kulanay marka kan shanaad qarnigii shanaad ee miilaadiga ayay kiniisadu basirtay oo diiday waayo injiilu barnaba waxa uu diidan yahay caqiidadan imika haystaan ee ah saddexda ilaahay isku ilaaha in ciise ilaaha buu diidan yahay wuxuu rumaysan inuu ciise nebi alle iyo rasuulkiisa ahaa isagaa uga dhow markaa xaqiiqada kuwa hayhayaan laakiin kiniisadu qarnigii shanaad bay kaa mamnuucday waa u diiday maktuubadiisii meel bay iskaga riday beri daweyn ayaa laga soo saaray oo nin raahib oo baa kasoo saaray vatikaanka weliba yani katariga meeshooda ayuunbu ku arkuna kasoo saaray wuu islaamaa lagu tilmaamaysna ala kulli xaal kaa beri daweyn baa lasoo saaray waxa kaloo kaa taageeraysna oo jira albahri lmayit dersiga meesha la dhaha urdun iyo agagaarkeeda xafriyaadka dhulkan la qodo ee laga soo saaro waxyaabihii dadkii hore ay ka tageen aasaartoodi ayaa waxaa laga soo saaray aasaar iyaduna injiilu barnaba wuxuu sheegayo kale ku qorantay nusuustii aayaadki uu sheegaya injiilu barnaba midaa ku qorantay oo sheegaya iyaduna annabiyu muxamed yani ku dhawaaqaya isxaaxa koob iyo afartanaad wuxuu sheegayaa yani lafdiga laa ilaha ila allah muxamedun rasuulullah waa lafdigaaba sidiisa ugu qoran anaajiishoodan xataa ay haystaan qaar ka mid a masalan ustaad cabdilaxad daawuud alashuuri ninkii la odhan jiray waa wadaad kristan oo islaamay sababta ku islaamayna waxa weeyaan wuxuu leeyahay tarjamada lasoo tarjumay ee afkii cibre laga soo tarjumaa la qaldaye xataa ilaa hadda lagu hayaa buu leeyahay injiilu luuqa
يعني لو كان انجيل الله يرضى مثلا شابتر كافر يطبنا بعيادة لبعض وحقه قرنبه لي الحمد لله في العالي وعلى الأرض السلام وللناس أحمد ترجمة العربية وعن كاسبه لي نقع سواء كتابه لي اللي يرضى بايدة قويلة محمد كشاهي وحا الوامي ده أنا جيش خطأي مكاهيسان رجب الله تلمامي إلي وحوش راسده وده أحمد ديداد لا يوفر إلي كتاب كتير وكنت تلمامي بايدة قويلة محمد وحكيري على كل حال وحن لا نايميكا تاني ان تاريخ بلنبو هيي او شيغيسا ان النبي صبح دونكو ايه جاي يهودنا واتيسي شيغيسا مدينة غير مدينين تبطن وحا الاسلام كود او ديري وحا كمدها يهودي لده قليل وحا صارت كسيه ورنشرتي مركا ويدين لماذا مركا نبقى الرسول صبحه ايه نزيد شبين ان انت الرعنا ويدي قحام قبل انه لكن مكو نبقى عرف القدم يكوي عدن قلد يهود هاي قلد يعرف ان مكا يكين نبقى عصبابا الى ايالا يكاد يرمون وكا يهودي كسيه هنشويسي وحيرات الإمامة يعني أنصارة اللي هي وحكمة مثلا يدو حبصل يا سنة حسن أنا كسوة أرسل سلمان الفارسي هي إسلام لمديسي سلمان الفارسي سحابي قال له رجل يا علمي تاريخ حشيك أنت آل وين بجري على رشل على أبو علي قلت سعري تراجم في قرآن إن إيدادي سبافيسي على كل حال سلمان الفارسي تاريخ دي سوحي الشيكي سيلا تدبر راهيب إنه صارك على مراك لا جنبي وقال بمدولي ما دومك ورائب لا سلمان يولا بعيدر دارا مرسول هذا عدين سحاها يستقدر ما ينك هبل لا يدعو ذات هبل من هبل لا يدقن من أداب ذلك الثو إنك أتبقوه بلحظها وانتبه كيو الدنبيان عبوه الوري بردارك وحوري قرن ما يدين تسحاها يدعو ما يكون هبايا حتى وقت فينا بسبب حيينا كوريه نوي لاونا أداب خارعينك الطبع دعيه لم تمر له عين كاسية مدينة المال تهدو تلمان لو كصابح الدواري من دوليه نوي لاونا رادعيه سلمان الفارسي سلمان برادعي سصدى لمدينة ده انا عرفت بقى انت ضبطي بي بيانا اصلا بك اللي جات سيقول دين دور راد عيني يقول لكن انت اللي قطي ايالا ده بايد بس انا يالا اضوص بي يسوى اضوص جي سيس كي جيتي ربو النبي محمد بن عليه الصلاة والسلام مدينة ده انا علامات كي الله شاقيه وحيو ضمبو حقيق صوي تطبقوا اسلامك على كل حال وحن لانا اثار بدن بات شفته والشيء جي سي النبي عليه الصلاة والسلام النبي اللي مديسي ورقص ابن النوف المركزي وحو الفهمي انو منك كريهي النبي جي مسوجي وحيجينا وحضب بالعمي مركز بو وحو يري إلهي بان قلنا عطيبو لي ورقة ابن الله صلوح لي وحي يكاكو كسو يدقي واكي كسو يدقي وكلبو لي نبي موسى واكي كسو يدقي إن شاء الله طبع إدامة قوم ملايك بالمعنى اللي يراه هذا ورقة ابن الله صلوح المكاي حمر يبين أدن تأدو ببو بو حطان وإن ناس في عوح راكين إذن مركز بو وحو درامين سقوم مريار أو يعني يري هدقة أكو قرقار يقول لي مركز وحيدي بالماء النولاد بولدي ما لن تطلقاك صار الدوران يعني هذا كسان استفادك النبوة ده ونبي ولينا ورد حيي وهي كتبته هي أنا ما كاسك قفاي ما كان وحيد شيء يا ورقة ابن النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلا بحين دوره إنه النبي يجي وروح كسود جاي وحي يجي وعرض إلى علامي دوران وغير ما كان يمادي دوران وده كان ما كان صار الدوران أو يجرون دوره كوحية فمركز وحيدي إلى هو بالماء النولاد maalinta ay ku saarayaan tolka ee ku gargaare laakiin nabigu ma ogeyn in tolkii saaraya xumaan isku ma ogeyn tahay inuu fiican oo tolkii uu wanaagsan yahay ayuu isku yaqaanay dad dadkaad wanaag u samaysaa ku xumaynayaa ma aha wax loo darso oo dadkaad wanaag oo dhan ka helay ilaahay dhow xuma samaya xuma qaawaadaan gudayaan ma aha wax loo darso saas daraaddeed buu nabigu wuxuu ku yiri warida aw mukhrajayhum ma arigay saaraya mu ku yiri ورقة ابن الله في الموت عليه مالك القصار يما يشعر وقوق قارية نبقى وقف عليه عليه الصلاة والسلام او مخرجيهم ما عليك الله يساري دونا يا الله تلقي ما يساري دونا ويري دونا ها بكو يري ورقة وهي ورقة نوى يالا وهي قان دعوة دي السلام كسوه قربوها وقري وحنا بلاتي معيد رمائما الا يعلاجي سابرطي يعني رسول مصر بحين الله الشياطين الليسي والجنة ويسوقتك انا اراد بالا بلا بريمي حدان سوب دائنا بولي مالين تاسينا انصرك نصرا مؤزرا وحكو قرقاري دونا بولي قرقار حوقن لكن انا لم اقدرين ورقة ابن نافر وبس وبس نبي قول عليه الصلاة والسلام حضر امين وحي وكسو دقيه نبي عليه الصلاة والسلام وحضر أمي أما أود دقي
oo nin caalima ayuu u tegay oo u sheegay waa kan inuu waxyihi xumaanaa khadiijina markii hore sii dejisa u tilmaamtay dadka wanaagga sameeya wanaaguna inay la kulmaan. Kadib waqti yarbaa nabigu calayhi salaatu wasalaam waxyigu uu ka go-ay, waqtigaa uu ka go-ay labada qaar baa sheegay, saddex sano ahayd, qaar baa laba sano iyo bad. Laakiin saaxib araxiiq almakhtuum isagu wuxuu leeyahy waa ayaamo yarbahe, culamo badan baqata inay ayaamo ahayd oo ka yarayd waqtigaa kula sanawaadka sheegaya, ibnu xajar iyo rag lamid a. Laakiin saaxib araxiiq almakhtuum isagu wuxuu leeyay waa toban iyo axshaab ahayd, isagu tiradiisii unbuu dib ugu noqdo. Wuxuu ihi waxay ahayd uun 22 bay kusoo degay ramadaan intii ka harsanayd unbuu ka maqnaa, dabeetna shuwaarkoodeedii buu soo noqday buu leeyahy, oo waxyiga dambe ugu soo degay ee yaa ayuha almudasiru yah 10 ayay ahayd baanuu leeyahay fatrulwaxyi ama intii waxyigu uu ka maqnaa nabiga calayhi salaatu wasalaam. wararka sheegaya yani bukhaari xadiiskii ku yaala dheeraaba waxaa ku jira balaaqaat imaamu zuhari uu warinayo wa fiima balaganaa buu leeyahy in nabigu jibriil iyo waxaan intuu ka baqay uu isku dayay inuu iska tuuro buur, oo markuu buur islaa iska tuurba uu jibriil istusaye. Laakiin culamadu waxay leeyihin waxaas maasixin bukhaari ka ku qoranna wa fiima balaganaa buu leeyahy waa balaaqaat yani waa mursal, ma aha xadiis sanadkiisu saxiix yahay oo utaxan yahay sida xadiidka qeybtiisa hore. Marka dadka bad baa ku kalsoomo is idhahda xadiidka bukhaari weriyo dabeetana sidaa walidalik baa culamo badan ileeyihin waxba kama jiraan. ibnu xajar alasqalani baa kamid a balaaqaadkaasi uu radinaya, allamat alalbani baa kamid a. calaa kulli xaal cismada ayaa u diidaysaa cismat nubuwa inuu isku dayo inuu isdulo nabigu calayhi salaatu wasalaam. waxaan leenahay waxbana isma delin meel kuma niyo nin inuu iska tuuro. Waa degay markii ay gabadha iyo khadiija iyo waraqada isugu tageen nabigu calayhi salaatu wasalaam, waa degay wana yaqiisaday inuu nebi yahay. Kadibna waxaa bilaabmay waxyigii iyo isdaba socodkiisii. waqtigaasi waa markay soo degtay yani fatuurka ama waqtigan waxyigu ayaynu sheegayna waa waqtigii u dhexeeyey iqra iyo mudasir qeybteeda hore intay soo degaysay. culamaa siir ama culamaa tafsiir qaar ka midna waxay soo aroriyeen mar saddexaad inay jirtay, laakiin markaa saddexaad waa aad bay daciifatay. waa kisad ay usoo aroriyeen in nabiga su-aala la weydiinayay muwaxida iyo ay kamid yihiin masaa-ishii kaaskii iyo waxaa la weydiiyey oo dabeetana insha allah intuu ilaabay 15 qaatay xadiskaasi waa daciif. ala kulli xaal waxay culamadu isku waafaqsay in fatuur jiray waa kama iqra iyo mudasir inta waqtigii u dhexeeyey. waxaana isku waafaqsay inaan waqti badan ahayn, walidalik xataa ibnu xajar qolada sanadaha sheegaysa iyagu sanadkood waa daciif, walidalik waa ibnu xajar laftiisa wuxuu ku tegay inay waqti kooban ay ahayd. kadib ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo kasoo socda xadiidkii saxiix albukhaari isagoo tilmaamayo isagoo ka yimid taxanufkiisii waa waqtiga uu leeyahay saaxibu raxiiq almakhtuum mashwaal bilowgeedaas bay ahayd, isagoo ka yimi meeshii uu ku taxanufi jiray ama ku tacabudaya ama uu ku cibaadaysanay ku khalweynaya gaarka ugu baxayay oo soo socda ayuu wuxuu maqlay nabigu calayhi salaatu wasalaam waa loo yeeray. dabeetana wuxuu leeyay waxaan eegay midigtayda waxba waan ka arki waayey, waxaan eegay dhanka bidix waxba waan ka arki waayey, xagga hore xagga dambe dhowlba waan eegay buu yihi waxba waan arki waayey, markii dambe ayaa kor eegay buu yihi, dabeetana dusheeda ayaa waxaan arkay buu yihi maragii godka igu yimi oo malakul jibriil oo kursi ku fadhiya bayna samaai walard, dabeetana fajuistu minhu ruucba buu xadiisku tilmaamay, waana cabsaday buu leeyay aad baan uga baqay ilaa ayaa dhulka waa ku dhacay. dabeetana khadiija ayaa noo yimay buu yihi anigoo le zamiluni zamiluni dafiruni dafiruni wasubi calaya ma aan baarida, anigoo le baa naimi buu yihi idada 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 oo biyo qabowna weliba igu shuba, anigoo sidaa le ayaa noo yimi buu leeyahay khadiija waa la daday. markaasi markii la daday biyo qabooba iyo wax lagu shushubayna waxaa soo degay aayaadkan qur-aana ee suuratu mudasir ugu horeeya oo alle subxaana watacaala ay leeyay yaa ayuha almudasiru qum faanzir warabbaka fakabir wasiyaabaka fatahir warrijsa fahjur. aayaadkaas baa soo degay walaa tamnun tastakfir, wa ilaahi subxaana watacaala uu mabda u risaala ugu dhiibayo yani iqra. waxay culamadu yidhaahdaan nubuwada ayaa ku bilaabantay risaaladu ama darastiina tan bay ku bilaabatay, ilaahay leeyay qum faandir yaa ayuha almudasir barir waa midkan isduuduubayo qum faandir kacaba ilaahay leeyay subxaana watacaala oo faandir dig
يعني كرش طوضوه يوم إلى إله سبحانه وتعالى كأنما الله تلمام يا وقت في الدفع يا راحة يا هردد يا نص الشرب يا عيش كهلي يا مطاحة يا وقت في سواة ماضي الرموين قال غفر يا كعودي وسفر التقف كستور رينوس حنبار الرسالة تلوغ بهاي وقف الرسالة حنبار يا مكتر قلب إنه حنبار يا رين آد وين وأن اسكورن كمين الادنين قولي نقطة ايه الادنين قولي نقطة يعني الادنين قولي نقطة قولي يا حافي عبرت يا انتم كوري سوك كوري كوري سوك ايه الادرسالة الحنبارة واسكور ادقي ولذلك ما الهي وحنا بيقول يا ايها المدثر كم اسطوطوبة يوبا الهي سبحانه وتعالى قم كعب عليه وفان دي الدك ودك ودك وشيك وعلى الفرح انو البلاغ دك جارسيه كالرواد التكليف كآيات في المامة يا وحويان وربك فكبر إنه يسوي نفسي سكوطة بقى قضية بطن وأنت واحد كوكو وانت أما كوب ضدو وانت هاي إنه قفك إلهي وإليه سبحانه وتعالى يقدم بأيه إذا انتك لو تقباله أدو أن نفتع وكبر وربك فكبر قال له إليه سبحانه وتعالى خشوا بالتعظيم وإنها لو ذاكني مسألة سواء مسألة وبهان يدنا أهل الدعوين يا أبو في الصباح وهو مدخل كالدعوة على قرار مدخل كان وإن ذا هي تعليم الله سبحانه وتعالى إلا هو إليه قدك قلوبك للقو إليه قفك مركو عقيدة يقل صباح الرومية وإن ذا الله سبحانه وتعالى أي رجال في صف ضداري يعني إن بدأوا على غير الله من السحب الجديد إن سكون دائما مصالح دائما على غير الله وحنا يتبقى إن بدأوا الشرحات لكن وحكا حقون إن قدك اللقو إليه إلا سبحانه وتعالى قلب بوسط هذه قفك إلهي قلبك سيقو إلاده وهو الله كلام مركز وقهر مرنية شركية وحصبا وخن إيرانية إذا مدخل كاما ماشي اللي يريد دعوة كد الوحويان وربك فكبر ولذلك ما يبقى القرآن وحلا قصة هي لو مسائل كسي إلهي ويريد سي طالب كيسا إن بدل القرآن وشحيني يعني هذا رفع سطور قرآن كإن نسب ورب خلق السماوات والأرض أما صخر الليل والنهار أما وحال أبوري قدر ديسي أوديسة وحال إلى التوحيد الربوبية ما قفق السفي عن القرآن أي درس عطابة توحيد الألوهية والربوبية توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات يعني إلهي وإليدي سمرك قفق قلبي الدكتور أي أطلس ورب العبامك ما قفق عبادتنا لو كلية سبحانه وتعالى وثيابك فطهر بين إلهي سبحانه وتعالى ووحيا بي نبي الله صريح إلا بعض مرضات الطاهر سمى ليه ثيابك كان علماء القاركوب حكوت المامان كم معنوية لكن الله عموما كيسين وقاضينا وثيابك مركادة فطهر طاهر صوت مركادة هي شركة هي النجاسات هي مستغذرات ككفروا إذا هذه موقعك السريوية هي الله طهره وحتكدر أن يسمى موقعك وصير الله طهران إنه كوي قلبي الله